السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في ورك كودينغ. اليوم بإذن الله بغينا نطرقو سلايد داون. ما معنى سلايد داون؟ سلايد داون هي كي كتشوفوا معايا هاد الديف أو باراغراف، أنديرها غير باراغراف عاطيها واحد الباكغراوند. فاش كنكليكي فاش كنطبق عليها هاديك سلايد داون كتكون هي أصلا مختفية وكتنزل بحال الستارة. غادي نطرقو ليها. إذا لاحظوا معايا، أول حاجة الكود عندنا غير باراغراف هي هادي كيف تشوفوا عاطينها حنايا سي اس اس. اش عاطينها فيها؟ عاطينها الويد والهايت والبادين كل كولور فونت وايت. ولكن هاديك سلايد داون باش تابليكا خاصها تكون مختفيه، تكون ما بيناش اصلا. كي كتلاحظ فاش كنا كنكليكيو عليها في البوطون كانت مختفيه، حتى كتكليكي على البوطون سلايد داون عاد كتبان. اذا نخفيها بعدا، عاد نجي نشوف الكود ديالي، حيت انا الكود ديالي عاد ما مطبق عليه والو. فوالا الان خفيناه. غنجي الان ندير ليها الجيكويري ديال الكود ديال الجيكويري باش تبان. اذا اشنو غنجي ندير؟ قضيه سهله كيف كتشوفوا هنا، هذا الكود عندنا عادي، راه هو اللي كيبقى دائما مكتوب. غنجي غنعيط عليه من غنطيب، غنعيط على البوطون رقم واحد. اذا علامه التنصيص وندير هاشتاغ ونعيط عليه ببوطون واحد. غنجي غنقول لي بمجرد من كليكي هاد الايفنت راه ممكن حتى تبدلو كيف ما بغيتي، دير كليك دوبل كليك ماوس انتر وهكذا. غدير فانكشن هنا وغتفتح الاقواس ديالك. فوال ما تنساش دير بوان فيغكي. الان اش قلت لي؟ فاش نكليك على البوطون رقم واحد اللي هو مكتوبه فيه اصلا سلايد داون، اش دير؟ طبق ليا علامه. حنا شكون لي هاديك اللي مختفيه؟ اللي مختفيه راه هي الاي دي اللي سميتها وان. اذا هانجي ونقول لي احنا اصلا عندنا غير باراغراف واحده، ممكن نعيط عليها تبي بي، يعني ماشي مشكل، ممكن نعيط عليها سواء بي بي ولا بي الاي دي. اذا غادي نجي هنا وغادي نقول ليها طبق عليا سلايد داون. فوال نجيو الان نشوفوا اشنو يطرى. كتنزل كالستاره ولكن بسرعه، لاحظ. الان انا غادي نمشي نقص ليها من هاد السرعه. عندي عده حلول، اما ندير ليها سلو غتكون ابطا. لاحظ الان الفرق، لاحظ فاش نكليك عليها الان ابطا قليلا وعيد. شوف معايا الان، الان فاش غادي نجي وندير ليها مثلا 3000 هادي غتكون احسن، لحيت هاد النزله اللي نزلت هكا بسرعه كتجي عيانه صراحه. نزل بشويه عليها، مع ذلك جاتني انا سريعه. عرفتي علاش؟ لحيت دايره داخل علامه التنصيص، شي علاش ما تابليكاتش. لحد ما الان كتجي افضل، شتيا تجي ببطء كتجي افضل. اذا حسب البارامتر اللي بغيتي تعطيها. اذا وعيد اي حاجه الا كانت مختفيه وباغيه تبان، اولا الا بغيتي تطبق حتى بحال هاد الكود وبحال هاد الايفيكت، انفو حتى فكرتي في راسك قلتي انا نخفيها عاد نظهرها. اذا باش تخفيها كون اكيد انك خاصك تمشي للسي اس اس وتعطيها ديسبلاينون، هذه اول حاجه. عاد كتبقى السرعه ديال التنفيذ حسب لي بارامتر اللي عطيتيها، اما تعطيها باغ ديفو تكون خاويه الاقواس تكون فارغه من الداخل، ولا تعطيها سلو، ولا تعطيها عدد معين، وقد ما كثرتي في هذاك العدد تكون ابطا. اذا ممكن نطبقوا الكود عاوتاني. نجيو هنايا نقولوا فاش نكليكو على لاحظ هاد الستاره ديال هادي. اذا هنجي لهنا وهنقول فاش نكليكي على البوطون رقم 2، اذا ما نساش هاشتاغ وندير البوطون رقم 2 وندير بوان وندير سلايد اب. هاد سلايد اب كتخفي، بمعنى كتطلع كيف الستاره ولكن كتخفي. وغادي نجي لهنا ونعطيها كليك. فاش نكليك على البوطون رقم 2 غندير فانكشن، لاحظ معايا، وندير الاقواس ديالها ونفتح لي زاكولاد. لاحظ معايا الان فاش نكليك على البوطون رقم 2 بغيت شي حاجه غنمشي نفس بي. لاحظ معايا نفس بي غنطبق عليها سلايد اب. ولكن هاد سلايد اب شنو هو الدور ديالها؟ هي حاجه كتكون باينه ولكن هي كتخفيها، ولكن بواحد الطريقه بحال الستاره حتى هي كتكون غاده وطالعه. اذا الا جينا طبقناها على بي
إحنا بي أصلاً راح نخافينها، راح عطينا ديسبلاينون. إذن هذا ردو كود بحال كاردو كومنتير. إذن باراغراف راه هي مختفية. إذن في هاد الحالة شنو غندير؟ غادي نمشي ونحيد لي هاديك ديسبلاينون باش يتنفذ عليها الكود. فوالا، الآن غنمشيو للكود ديالنا نعاودو نقراو. الآن هاديك الباراغراف حيدنا لها ديسبلاينون، يعني أنها ظاهرة. غنجي ونقول لها فاش نكليك على البوطون رقم جوج بي بغيتها تختفي، ولكن سلايد اب كتختفي على شكل ستاره. لاحظ هنا هذا هو التفسير والوصف اللي جاني انا في عقلي. لاحظ شتيها؟ اذا الى جينا هنا نعطوها ابطا، البارامتر بداو نبدلو فيهم. لاحظ معي الان، فوالا نعطوها رقم. الان الرقم لا يكون داخل علامه التنصيص، نعطيها مثلا 5000. معي الآن راك طلعوا بشويه. فوالا، الآن أعيد. الدور ديال سلايد داون هو الإظهار، بمعنى أن حاجة تكون مختفية وكتظهرها لك. إذن هذا الشيء باش يكون مختفي خاصك تعطيه في السي اس اس ديسبلاي نون. أما سلايد أب فهي الحاجة كتكون باينة وكتخفيها. بالإضافة لهذا كنراعوا البارامتر اللي كيكونوا داخل الأقواس، قد ما زدتي في البارامتر قد ما كتكون أبطأ. إذن سلايد توغل هي عكس ما هو موجود، إذا كانت مختفية كتظهرها، إذا كانت ظاهرة تخفيها. غنمشيو الآن وغادي نشدو نفس الكود، غنبدلو لي غير هنا سلايد وغنديرو توغل. لاحظ معايا الآن، غنجيو غندير بوطون ثلاثة. إذا بمجرد ما نكليكي على البوطون رقم ثلاثة نفذ ليا هاد الكود سلايد توغل على الباراغراف. غنمشيو الآن نشوفو، عطيتها 5000 يعني تكون أبطأ. لاحظ هنا غادي نمشي نقص باش دغيا نوريك، لانني الا جيت نمشي مع هاد نطول الفيديو باش داكشي يكون اسرع. اذا لاحظ معايا، اذا الان كانت باينه وخفات، الان مخفيه وهتبينها. اذا سلايد توغل دائما تلقى توغل هي عكس ما هو موجود، وهي افضل حاجه. احسن من تبقى درت ديسبلاي نون لما درتهاش كتجيك نيشان. اذا هادشي اللي عندنا اليوم، كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا. ما تنساوش ديرو ليا جيم وتشاركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.